بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبينا نستعين. ان شاء الله نشرح مع بعض النهارده الدايابيتس ميليتس او مرض السكر. مرض السكر ده من المواضيع المهمه واللي يعني مش بس كاهميتك كامتحان كلينيكال بعد كده وكاريك انت في حياتك عموما، يعني مرض السكر ده يكاد لا يخلو منه بيت مصري، وانت اكيد تعرف حد مريض سكر وممكن تكون عرضه في اي وقت انه يسالك حاجه عن المرض او حاجه عن دواء هو بياخده. فبالتالي انت لازم تكون ملم بالتفاصيل بتاعت الايه بتاعت المرض ده اللي هو الدايابيتس ميليتس او مرض السكري. طيب انا في الداتا دي انا جمعت لك الزيادات بتاع الداتا بتاعت الدكتوره، الزيادات اللي فيها معظم الكلام في السيولوجي يعني اللي هو بتمهد لك بالدنيا، والكلام بتاعنا في ايزي ميديول جمعتهم لك الاثنين مع بعض في البي دي اف ده. طيب هو يعني ايه الدايابيتس ميليتس او مرض السكر ده؟ قال لك مرض السكر ده كلينيكال سندروم، مرض او سندروم اللي هي متلازمه يعني كاركترايزد باي، بيجي اعراضها كالاتي او خصائصها كالاتي: ديستربنس ان كربوهيدرات وفات وبروتين ميتابوليزم، خلل في الكربوهيدرات والبروتين والفات ميتابوليزم، تمام، خلل في الميتابوليزم او عمليات الاي بتاعت الكربوهيدرات السكر والدهون والبروتين، تمام. يعني السكر، مرض السكر ده مش مقتصر على السكريات بس اللي هو الكربوهيدرات، لا بيأثر على الفات اللي هو الدهون والبروتين اللي هو البروتينات، تمام. طيب مشكله الدايابيتس ميليتس ده تلخص في هرمون اسمه هرمون الانسولين، واكيد حضرتك عارفه. هرمون الانسولين ده هو غيابه او حصل مشكله فيه ولا يعمل الدايابيتس ميليتس؟ فبيقول لك اه المشكله او الدايابيتس ميليتس ده ممكن يكون بسبب انسولين ديفيشنسي، نقص في الانسولين، او انسولين ريزيستنس، مقاومه للانسولين. طيب تعالى بقى نمهد شويه كده قبل ما ندخل على الادويه. احنا طبعا مش قلنا في الفورمال الادويه اللي هيجي يسالوه ليه في الامتحان الادويه، بس لازم نمهد شويه كده عشان نفهم، تمام. طيب قال لك والله عندي ده البنكرياس، نفترض ان ده البنكرياس، تمام، اهو بنكرياس. قال لك البنكرياس ده في حاجه كده، مجموعه كده من الخلايا بسميها جزر لانجرهانس، تمام، ايلاند اوف لانجرهانس. جزر لانجرهانس دي فيها مجموعه من الخلايا، تمام، من ضمن الخلايا اللي موجوده في جزر لانجرهانس خليه اسمها بيتا سيل. خليه البيتا سيلز دي بتفرز هرمون اسمه ايه؟ هرمون الانسولين، وهو ده الهرمون الايه البطل بتاعنا النهارده، تمام. طيب يبقى الهرمون الانسولين ده بيفرز من ايه؟ بيفرز من بيتا سيل اللي موجوده في جزر لانجرهانس اللي موجوده في البنكرياس، تمام. طيب قال لك الانسولين ده ممكن يحصل نقص فيه، طب النقص ده بسبب ايه؟ البيتا سيل، البيتا سيل ما عادتش بتصنع كفايه، المصنع ما عادش ايه بيقدر ينتج كتير، تمام، البيتا سيل اللي بقى فيها خلل، او ان ممكن يحصل ريزيستنس، ان المستهلك رفض المنتج ده، المستهلك قطع المنتج ده زي المقاطعه اللي احنا عملناها، المستهلك قطع المنتج ده، تمام، فحصل ريزيستنس، حصل مقاومه للانسولين، ان الخلايا ما عادتش قبل مش قبل الانسولين، مش عارفه تتعامل مع الانسولين، خلاص انا قطعت الانسولين، تمام، يبقى هي المنتج الانسولين. طب لو حصل خلل في المنتج يبقى خلل يا اما خلل في الانتاج اللي هو المصنع مش شغال كويس، اللي هو البيتا سيل مش شغاله كويس فما بتطلعش الانسولين كتير، ما بتنتجش كتير، تمام، او ان حصل ريزيستنس، ان الخلايا رفضت الانسولين، ما عادتش بتستجيب للانسولين، تمام. طيب وهو ده الانسولين ديفيشنسي او الانسولين ريزيستنس. طيب بيقول لي بقى سورس اوف انسولين هو في جزر لانجرهانس، تمام، ايلت اوف لانجرهانس، وبيقول لي ان الايلت اوف لانجرهانس بتتكون من الفا سيل وبيتا سيل وجاما سيل وبنكريوبيبتايد سيلز، تمام. طيب انا يهمني ان البيتا سيل بتفرز انسولين، عند الالفا سيل بتفرز هرمون الجلوكاجو، تمام، اللي هو كان بيخزن اللي هو الهرمون الجلوكاجون ده اللي له علاقه بالايه بالجلايكوجين والكلام من ده، تمام، يعني الاثنين دول لهم علاقه بالايه بالسكر اللي هو الجلوكوز، والاثنين عكس بعض، تمام، الجلوكاجون عكس الانسولين، تمام. طيب وعند الجاما بتفرز سوماتوستاتين واللي هو بيأثر على النمو بعد كده، والبنكريوبيبتايد دي بتفرز ايه الانزيمات بتاعت البنكرياس، تمام. طيب يبقى انا يهمني ايه؟ يهمني البيتا سيل عشان هي بتفرز الانسولين. طيب قال لك ايه سبب مشكله او سبب مرض الانسولين السكر؟ قلت لك ان في مشكله في الانسولين، يا اما انسولين ديفيشنسي يا اما انسولين ريزيستنس. طيب تعالى كده نقولها بالتفصيل. بيقول لك انسولين از هرمون، تمام، الانسولين ده هرمون بيتفرز بالبيتا سيل، خلاص احنا عارفين الكلام ده كله. البيتا سيلز دي موجوده في كلاستر اوف سيلز كده، عناقيد او تجمعات من الخلايا في البنكرياس، وبتطلق عليها الايلاند اوف لانجرهانس، كل ده المعلومه دي احنا عارفينها. طيب
قال لك ايه وظيفه الانسولين بقى؟ الانسولين ده اهميته في ايه؟ قال لك الانسولين تكمن اهميته، انسولين رول ان ذا بودي از تو ميك سيل تو تيك اب جلوكوز تو بروديوس انرجي، تمام؟ ان هو يخلي الخلايا تاخد الجلوكوز عشان تطلع انرجي. احنا عارفين ان عمره الطاقه في الخليه هي الاي تي بي، والاي تي بي علشان تشتغل عايز الجلوكوز، يعني الجسم عشان ينتج طاقه محتاج جلوكوز، تمام؟ فايه وظيفه الانسولين؟ كل وظيفه الانسولين ان هو يدخل الجلوكوز للخليه عشان الخليه تنتج طاقه، يعني الانسولين مجرد ناقل كده، مجرد ناقل وسيله مواصلات، بياخد الجلوكوز ياخده من ايده كده ويدخله للايه؟ يقول له تعالى وادخل للخليه، ده وظيفه الانسولين، تمام؟ يبقى هو بيدخل الجلوكوز جوه الخلايا، طيب والخلايا بعد كده ايه؟ تستهلك الجلوكوز وتطلع طاقه. قال لك البيشنت اللي عندهم مش دايابيتس بقى، قال لك مي هاف ديسفانكشن بيتا سيل، اللي هو مشكله في البيت سيل، البيت سيل بتاعته مش شغاله، المصنع مش شغال، فبالتالي هينتج ان هو بيفرز انسولين قليل، تمام؟ ديكريز انسولين سكريت، او ان كده في خلل في الانتاج، المصنع مش شغال، او ان يحصل ايه بقى؟ ان الخلايا تقطع الانسولين زي ما احنا مقطعين كده بعض المنتجات، كذلك الخلايا تقطع الانسولين وما تستجيبش ليه، تمام؟ اور سيل بيكم ريزيستنس تو ذا افكت اوف الانسولين، تمام؟ ان الخليه ما عادتش بتستجيب لايه؟ لتاثير الانسولين اللي هو يدخل الجلوكوز للخليه، تمام؟ ريزلتنج ان ديكريز الابيلتي اوف ذيس سيل تو تيك اب ذا ميتابولايز جلوكوز، ولذلك يقل قدره الخليه انها تاخد جلوكوز، تمام؟ تدخل جواها جلوكوز، ليه؟ لان اللي كان بيدخل لها الانسولين، طب هي ما عادتش بتستجيب للانسولين، فبالتالي ما فيش حاجه هتدخل الايه؟ الجلوكوز، تمام؟ طيب قال لك في كلا الاحوال ان مستوى الجلوكوز في الدم هيزيد، تمام؟ ما هو الجلوكوز ده يبقى موجود فين في الدم؟ ما هو انا عند العناصر يا اما موجوده في الدم يا اما موجوده في الخلايا، تمام؟ لو مش موجود في الخلايا يبقى موجود في الدم، فانا علشان انا فالانسولين بيعمل ايه؟ بياخد الجلوكوز من الدم يدخله للخليه، تمام؟ طيب ان يحصل زياده في الجلوكوز في الدم، زياده عن هايبر، تمام؟ متفقين عليه. ودم يعني ايميا، يبقى وجلايس اللي هو ايه؟ الجلوكوز، يعني يبقى هايبر جلايسيميا اللي هو زياده السكر في الدم، تمام؟ اللي هو هاي بلاد شوجر، تمام؟ مستوى السكر في الدم عادي، ليه؟ لان الانسولين مش موجود عشان يدخله جوه الخلايا. قال لك as a glucose accumulate in blood excess level of sugar are excreted in urine، تمام؟ هو الجلوكوز ده موجود فين؟ في الدم. طب الدم ده مش هو المفروض بيروح للكلى وبعد كده الكلى بتطلعه في صوره يوريك، تمام؟ بتطلع اللي فيه بتعمل له فلتره وتطلع يوريك اللي هو البول. طب ما هو الشوجر اللي موجود او الجلوكوز اللي موجود في الدم ده ما هو ممكن يطلع مع البول، فبالتالي هيطلع مع البول، يبقى الدم فيه سكر كتير او شوجر كتير مش عارف يعمل فيه ايه، فيقوم رميه في البول، تمام؟ ما هو الخلايا مش عارفه تاخده، ليه؟ لان ما فيش انسولين، فالدم يحتار اعمل ايه في الجلوكوز اللي معايا كتير ده؟ يقوم عامل ازاي؟ يقوم رميه، تمام؟ طيب طب بالنسبه للمانيفستيشن، اعراض مرض السكر، امتى اقول على الشخص ده ان هو عنده مرض السكر؟ اقول على السكر ده ان هو عنده سكر ازاي؟ قال لك عشان في كميه كبيره من اليورين، من الجلوكوز في اليورين، في سكر كتير في الـ في الـ في اليورين، السكر ده مش هيمشي لوحده، السكر دايما عايز ميه، تمام؟ علشان يدوب فيها، فبالتالي هيسحب ميه معاه، تمام؟ يبقى الجلوكوز وهو طالع في اليورين هيسحب ميه معاه، فبالتالي مور ووتر اكسكريتد ويز ات، تمام؟ فبالتالي هيزود حجم اليورينري فوليوم، هيزود حجم البول، ويزود الفريكوانسي اوف يورينيشن، يزود عدد مرات التبول. ما هي حضرتك المثانه دي مثلا بتاخد بس وليكن مثلا نفترض 10 مللي، تمام؟ طيب ال 10 مللي دول في الطبيعي تمام بيمشوا الامور يعني، لكن مع ان في جلوكوز في اليورين فهيسحب ميه اكتر، فبالتالي هتروح ميه اكتر وتتخزن في المثانه، فبالتالي المثانه مش عارفه تستحمل اكتر من 10 مللي، فتقوم مفضيه وتملى ثاني، مفضيه وتملى ثاني، فبالتالي يحصل ايه؟ فريكوانسي اوف يورينيشن، تعدد مرات التبول، وهو ده ايه؟ اشهر عرضين للسكر، اللي هو بيقول لك انا بدخل حمام كتير وبعمل حمام كتير، اللي هو زياده في اليورين فوليوم وزياده في الايه؟ في الفريكوانت اوف يورينيشن، وكمان الايه؟ السرس، تمام؟ ما هو بيفقد ميه كتير فبالتالي هيعطش كتير، تمام؟ طيب اللي بلخصها فيه بوليوريا، تمام؟ بوليوريا يعني ان الشخص ده يدخل الحمام كتير. بولي ديبسيا ان الشخص ده عطشان دايما بيشرب كتير، بيشرب ميه كتير. بولي فيجيا اللي هو الشخص ده عمال ياكل كتير، ليه؟ لان الخلايا بتاعته مش حاسه بالشبع، هي خلايا انت بتحس بالشبع امتى؟ لما الجلوكوز يدخل جوه خلايا والخلايا تنتج طاقه وتلبي احتياجاتها، تمام؟ الخليه هنا حضرتك لها رغبه، تمام؟ عندها احتياجات عايزه توفيها، تمام؟ فهي بتخليك تحس انك جعان علشان تاكل، فتدخل لها جلوكوز، فهي تستعمل الجلوكوز ده في الطاقه وتعمل الايه؟ العمليات اللي فيها او تربي احتياجاتها، تمام؟ طيب يعني الخليه دي زي الكائن الحقيقي، هي زيك بالظبط، ما هي انت يعتبر خليه، ليك احتياجات، الخليه
الخليه كذلك ليها احتياجات، انت محتاج تلبي احتياجاتك دي، الخليه كذلك محتاجه تلبي احتياجاتها، تمام؟ انت حضرتك لو محتاج حاجه تشتري حاجه بتحاول تجيب فلوس علشان تشتري الحاجه دي، كذلك الخليه محتاجه طاقه، محتاجه تعمل شغل مثلا، محتاجه تعمل عمليات حيويه، فعشان تعمل العمليات الحيويه دي محتاجه فلوس، الفلوس بتاعتها اللي هي ايه؟ اللي هي الانرجي اللي هي الطاقه، طب الطاقه دي هتجيبها منين؟ هتجيبها من الجلوكوز، فتخليك حضرتك انت حضرتك هتروح مثلا تشتغل عشان تجيب فلوس، كذلك الخليه هتخليك جعان عشان تاكل، فلما تاكل تبدا تدخل جلوكوز جواك، فبالتالي اما تدخل جلوكوز جواك تبدا انت تحس بالايه؟ بالشبع، تمام؟ فبالتالي طول ما مفيش جلوكوز جوا خليه هيحصل ايه؟ بولي فيجيا اللي هو ايه؟ زياده إيه؟ شعور بالايه؟ بالجوع، تمام؟ وهايبر جلايسيميا ده طبعا الايه؟ العرض الاساسي بتاعه ان هو زياده نسبه الجلوكوز في الدم، تمام؟ طيب قال لك طب عندي انواع بقى، قال لك عندي انواع حاجه اسمها تايب 1 دايابيتس ميليتس، النوع الاول من الدايابيتس ميليتس، تايب 2 دايابيتس ميليتس، وجستيشنال دايابيتس ميليتس. قال لك اول نوع اللي هو تايب 1 انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، يعني النوع النوع السكر ده مرض السكر ده معتمد على الانسولين، في انسولين المرض مش هيحصل، ما فيش انسولين المرض هيحصل، تمام؟ طيب طيب بالنسبه لتايب 2 قال لك تايب 2 ده نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، يعني هو مش معتمد على الانسولين، الانسولين موجود بس الخليه ما بتستجيبش ليه، ليه؟ لان حصل ريزيستنس، فبالتالي يعمل لي سكر، يبقى اول تايب 1 ده اللي هو فيه نقص في الانسولين، تمام؟ اللي هو انسولين ديفشنسي، انما تايب 2 ده اللي هو الانسولين ريزيستنس، تمام؟ طيب وبرمز له ده بالاي دي دي ام وده الان اي دي دي ام، الاي اللي هو اختصار للانسولين والدي ديبندنت والدي ام اللي هو ايه؟ الدايابيتس ميليتس، وهنا نون انسولين الان اختصار للنان والاي اختصار للانسولين والديبندنت الاختصار للدي والدايابيتس ميليتس اللي هو الاي دي ام. بعد كده ايه الجستيشنال دايابيتس ميليتس ده؟ تسمع عن سكر الحمل، كلمه جستيشنال يعني حمل يعني بريجننس، تمام؟ جستيشنال دايابيتس ميليتس ده سكر الحمل، الست وهي حامل يجي لها السكر بعد كده ويختفي بعد الايه؟ الولاده، تمام؟ يبقى هو بيظهر اثناء الحمل ويختفي بعد الولاده. طيب يبقى انا عندي النوعين الاساسيين اللي هو التايب 1 والتايب 2، هقارن بينهم. قال لك والله التايب 1 ده هو اوتو اميون ديسوردر، تمام؟ يعني هو في خلل في المناعه، تمام؟ خلل في جهاز المناعه، هو مرض مناعي، تمام؟ الاوتو اميون ديسوردر يعني المناعه راحت ضربت الجسم، طب المناعه عملت ايه؟ المناعه راحت ضربت البيتا سيل، فجاه كده المناعه اتجننت وراحت ايه؟ ضربت البيتا سيل، زي مثلا الروماتويد ارثرايتس ان المناعه كانت بتضرب المفاصل، المره دي هنا ايه؟ المناعه راحت ضربت البيتا سيل اللي كانت بتطلع الايه؟ الانسولين، فبالتالي ما لم تعد قادره على ايه؟ صناعه الانسولين بس، خلاص، تمام؟ طيب يبقى تايب 1 ده اوتو اميون ديسوردر، الجهاز المناعي راح ضرب البيتا سيل اللي كانت بتصنع انسولين، فبالتالي ما عادش هيصنع انسولين، تمام؟ طيب طب بالنسبه لتايب 2 قال لك والله تايب 2 الانسولين اماوت نوت سفيشنت اور سيل ريزيستنس، يعني التايب 2 ده في انسولين بس الانسولين ده يا اما مش كفايه يا اما الخلايا بقت ايه مقاومه ليه، تمام؟ يبقى يا اما كميه الانسولين مش كافيه يا اما الايه الخلايا ما عادتش ايه بتستجيب للانسولين. طيب التايب 1 بيجي للايه للصغيرين اكتر، تمام؟ النسب دي ايه حاليا او الارقام دي ما عادتش دقيقه حاليا، يعني ده إيه ممكن تلاقي حد كبير عنده تايب 1 وطفل صغير عنده تايب 2 وهكذا، تمام؟ طيب بس يعني احنا ماشيين بالكتاب، التايب 1 بيجي للناس الصغيره اللي هم اقل من 30 سنه، تمام؟ والتايب 2 بيجي بالليل الاكتر من 30 سنه اللي هم الاولد. طيب بالنسبه للبادي بيلد بنيه الجسم بتاعي قال لك التايب 1 ده غالبا هيبقى اندر نروج، يعني هيبقى رفيع، يعني هيبقى عنده سوء تغذيه، تمام؟ طيب طب بالنسبه للتايب 2 هيبقى اوبستي، تمام؟ هيبقى ايه شخص تخين. بعد كده الانسولين سرب، ان انا اعالج بالانسولين، هو تايب 1 ده الانسولين هو مشكلته ان هو ما عندوش انسولين، فبالتالي انا هدي له انسولين، تمام؟ يبقى لازم ادي له انسولين، تمام؟ يبقى تايب 1 لازم هياخد انسولين. طيب تايب 2، تايب 2 عنده انسولين، تمام؟ في ناس عندها انسولين بس الانسولين ممكن يكون مش كفايه، فبالتالي 20% من الحالات بتحتاج انسولين، تمام؟ ليه؟ هو عنده انسولين بس الانسولين مش كفايه، فانا ممكن ادي في 20% من الحالات انسولين يزود الايه؟ كميه الانسولين الموجوده، تمام؟ فبالتالي 20% بس من حالات التايب 2 هي اللي بتحتاج انسولين. طيب بالنسبه للاورال دراج الادويه اللي بتتاخد عن طريق الفم بقى، قال لك والله التايب 1 ده مش محتاج، ليه؟ التايب 1 ده مشكلته في الانسولين، اديته انسولين بقى كويس، تمام؟ مش محتاج ايه؟ الاورال دراج، لكن التايب 2 ده محتاج الاورال دراج، ليه؟ لانه مش مشكلته في الانسولين، مشكلته ان الخلايا ما عادتش بتستجيب للانسولين، فبالتالي لازم ادي له ادويه ثانيه، وهنعرف الاورال دراج دي بعدين هي ان شاء الله. طيب بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن، قال لك والله الميكانيزم اوف اكشن ان يجي الانسولين دي وليكن دي خليه، وأي زي أي خلية عند عليها ريسبتورز، تمام؟ طيب يجي الأنسولين ده هرمون الأنسولين أهو، تخيل مع مين؟ تخيل مع الجلوكوز،
يوم عامل ايه؟ يقوم حضرتك ممسك الجلوكوز هنا، طب الانسولين، اسف، الانسولين يمسك هنا في الريسبتورز. طيب قال لك الريسبتورز بتاعت الانسولين بتبقى جزئين كده، تمام، جزئين كده، 2 الفا سب يونت، يعني وحدتين الفا، وادي وحده وادي وحده، و2 بيتا سب يونت، ادي وحده وادي وحده، تمام. طيب عندي الفا وبيتا ماسكين في بعض، وعندي واحد هنا واحد هنا، يبقى عندي 2 الفا و2 بيتا. قال لك الالفا دي بتعمل كاريكوجنيشن سايت، موقع تعرف ان الانسولين يبقى يفضل ماشي ماشي لحد ما يلاقي ايه الالفا سب يونت يمسك فيها، تمام. طيب مجرد ما الانسولين مسك في الالفا سب يونت تروح تنشط الايه البيتا سب يونت. طيب لما البيتا سب يونت دي تتنشط تطلع انزيم اسمه التيروزين كاينيز. قال لك التيروزين كاينيز ده يقوم ماسك الجلوكوز كده على كتفه، يشيل الجلوكوز على كتفه ويمشي بيه جوه الخليه، تمام، ويعمل بيه سلسله من التفاعلات، تمام، بيعمل سلسله تفاعلات كده، تمام، ما نشرح بيها، يفضل يعمل سلسله تفاعلات وينشط حاجه اسمها جلوت فور. ايه جلوت فور ده؟ اللي هو جلوكوز ترانسبورتر رقم 4، ناقل الجلوكوز رقم 4، يجي التيروزين كاينيز ده يحمل الجلوكوز على الجلوكوز ترانسبورتر رقم 4 ويقول له بقى ايه، روح بقى ماشي في الخليه، وروح للميتوكوندريا بقى تكسرك، روح لاي للرف اندوبلازم تكون تصنع منك بروتين تعمل طاقه، المهم ايه ان هو ايه ده الايه العربيات، تمام. يبقى عندي الانسولين راح مسك فين؟ في الالفا سب يونت. الالفا سب يونت نشطت مين؟ بتعمل كاريكوجنيشن سايت الاول، بعد كده البيتا سب يونت راحت نشطت الايه البيتا، الالفا سب يونت راحت نشطت البيتا سب يونت، تمام. طيب البيتا سب يونت دي فيها حاجه اسمها تيروزين كاينيز، التيروزين كاينيز ده بيعمل سلسله من التفاعلات كده وسلسله من المكونات، يكون شويه حاجات كده منهم ينشط حاجه اسمها الجلوت فور اللي هو الجلوكوز ترانسبورتر رقم 4، ناقل الجلوكوز رقم 4، يحط الجلوكوز عليه ويقول له ايه يلا ماشي في الايه في الخليه بقى وايه، ونروح للميتوكوندريا تنشطك. طيب تعالى برضو ايه اقول لك كده، وكده خلاص الخلايا بقى تدخله في الميتوكوندريا وتصنع اي تي بي والكلام من ده، تمام. طيب قال لك حضرتك، طيب مجرد ما الانسولين، اقول لك بقى الانسولين بيتصنع ازاي، احنا يعني قلنا كده خلاص ايه الفكره بتاعت الميكانيزم في اكشن بتاع الانسولين، بالمره اقول لك الانسولين بيتصنع ازاي. والله عندي الانسولين دي خليه ايه، اكيد دي خليه البيتا سيل طالما بتصنع انسولين. الانسولين ده بيبقى متعبي فيسكنز كده في حويصلات او جرانيولز، تمام، فايه فالانسولين اهو، تمام. طيب قال لك حضرتك بيبقى عندي هنا بوتاسيوم اتشن، اي خليه في الدنيا فيها صوديوم اتشن وبوتاسيوم اتشن في السيمبرين، تمام، بوتاسيوم اتشن، وبيبقى عندي هنا كالسيوم اتشن برضو، اي خليه فيها كالسيوم اتشن وبوتاسيوم اتشن وصوديوم اتشن. طيب قال لك بيجي الاشاره العصبيه ان لما الجسم ياكل او لو حضرتك تاكل يعني والجسم يحس ان في جلوكوز في الجسم، تمام، جلوكوز في الدم، يبعت اشاره للبنكرياس لجزر لانجرهانز للبيتا سيل يقول لها يا بيتا سيل بسرعه طلع لي انسولين انا عندي جلوكوز في الدم، فتيجي الاشاره العصبيه تدخل كده، تمام، اول ما الاشاره العصبيه تدخل يوم ايه تقفل الكالسيوم الكانال بلوكر، تمام، تقفل الكالسيوم الكانال، تعمل كالسيوم الكانال بلوكر، تقفل بوابات البوتاسيوم، اسف دي بوتاسيوم الكانال، تقفل بوابات البوتاسيوم، اول ما بوابات البوتاسيوم تتقفل على طول تفتح ايه بوابات الكالسيوم، تمام. طيب ما احنا عارفين ان عندنا البوتاسيوم عكس الصوديوم، تمام، والصوديوم صديق الكالسيوم، تمام، عندي لو انا قفلت البوتاسيوم يبقى معنى ذلك ان انا بفتح ايونات الصوديوم، ولما افتح ايونات الصوديوم يبقى انا معنى ذلك ان انا بفتح ايونات الكالسيوم، تمام، يبقى اختصارا ان انا هفتح ايونات الكالسيوم، فايونات الكالسيوم احنا عارفين لما تدخل عامله زي المتفجرات، تروح تفجر الايه الجرانيولز دي وتطلع الايه الانسولين هو الهرمون يمشي في الدم ويروح للايه للجسم ايه يروح بقى للخلايا يعمل ايه القصه بتاعتنا دي، تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا الميكانيزم في اكشن بتاع الايه بتاع الانسولين. بيقول لك هو انسولين ريسبتور اس انسين ميمبرين ميديت ذا افكت، يعني اللي بيعمل الافكت بتاع الانسولين اللي هو الايه الانسولين ريسبتورز اللي موجود على الايه على السين ميمبرين اللي هو يدخل الانسولين جوه الجسم جوه خليه، اسف، تمام. بيقول لك الانسولين ريسبتورز كونسيست اوف 2 الفا سب يونت، دي بتعمل كاريكوجنيشن سايت موقع تعرف، و2 بيتا سب يونت ويتش كونتين تيروزين كاينيز، تمام، اللي بتحتوي على التيروزين كاينيز اللي بينشط الايه الجلوت فور، تمام، اهو الانسولين مسك في الالفا سب يونت، بعد كده نشط البيتا سب يونت، بعد كده نشط التيروزين كاينيز عمل سلسله من التفاعلات، بعد كده ايه نشط لحاجه اسمها الجلوت فور يبدا يدخل الايه الجلوكوز، تمام، يبقى الانسولين يمسك هنا ويفتح الايه الجلوت فور يخليه يدخل جلوكوز ويدخل بقى ايه جوه الخلايا، تمام. طيب
بعد كده ايه التأثير بتاع الايه بتاع البايوكيميكال انت فارماكولوجيكال اكشن اوف انسولين، التأثير بتاع الايه بتاع الانسولين او الافكت بتاعه. قال لك اول حاجه انه هيعمل جلوكوز ابتيك بايتيك، تمام. خدها قاعده ان الانسولين عايز يقلل الجلوكوز في الدم باي طريقه، تمام، يقلل الجلوكوز في الدم باي طريقه ممكنه، اي وسيله ممكنه هتقلل الجلوكوز في الدم هعملها، تمام. طيب اول حاجه ان هو يستيموليت الجلوكوز ابتيك باي تيك، يخلي الخلايا تاخد ايه جلوكوز. تاني حاجه ان هو يزود الهيباتيك جلايكوجين جلايكوجين، تمام، ان هو يخلي الكبد يصنع جلايكوجين. طب الجلايكوجين ده يتصنع ازاي؟ عن طريق ان الجلوكوز يتحول جلايكوجين ويتخزن في الكبد، تمام. يبقى معنى ذلك برضو ان انا بقلل الجلوكوز في الدم، باخد الجلوكوز من الدم اخزنه في الكبد في صوره جلايكوجين. تاني حاجه ان انا امنع الكبد ان هو يصنع جلوكوز، تمام. الكبد بيصنع جلوكوز ازاي؟ ان هو يحول الجلايكوجين اللي موجود عنده، يبقى اعمل هيباتيك جلوكونيوجينيسيس، تمام. جلوك اللي هو جلوكوز، ونيو اللي هو جديد، وجينيس اللي هو تصنيع، يبقى امنع تصنيع جلوكوز جديد. ليه؟ انا عندي جلوكوز كفايه، ده انا عايز اتخلص من الجلوكوز اللي معايا ده. يبقى اول حاجه هخلي الخلايا تاكل، هخلي الخلايا تاخد الجلوكوز. تاني حاجه هخلي الكبد يخزن جلوكوز، تمام، اللي هو يزود تصنيع الجلايكوجين، تمام. تالت حاجه ان انا امنع الكبد ان هو يصنع جلوكوز جديد. رابع حاجه ان انا اعمل انهبيت لللايبوليسيس، تمام، يعني معنى ذلك ان انا بمنع تحلل الدهون، بزود الدهون، تمام. طيب بعد كده ميك بوزيتيف نيتروجين بالانس، تمام. الاول انهبيت لللايبوليسيس دوت، يعني معنى ذلك ان الانسولين ليه تاثير على الايه، على الفات ميتابوليزم، اهو بيمنع تكسير الدهون، تمام. تاني حاجه ميك بوزيتيف نيتروجين بالانس، تمام، ان هو بيزود نسبه بيحسن الايه التوازن بتاع مستوى النيتروجين في الجسم. ليه؟ لان هو حضرتك قلت لك ان هو بيعمل بروتين ميتابوليزم، بيعمل بيأثر على البروتين ميتابوليزم، فبالتالي لما يأثر على البروتين ميتابوليزم بيبدأ يبني بروتين، تمام؟ يبدأ يبني بروتين، فبالتالي البروتين اللي بيتبنى ده محتاج نيتروجين، ذرات نيتروجين. ما هو البروتين اساسه ايه؟ امينو اسيد، والامينو اسيد اللي هو الاحماض الامينيه محتاجه ايه؟ نيتروجين. فبالتالي هو ايه بيحسن مستوى الايه النيتروجين في الجسم، تمام. يبقى اختصارا ان الجلوكوز بيبني بروتين، للاسف الانسولين بيبني بروتين ودهون وبيكسر سكر، تمام. يبقى بيبني بروتين ودهون ويكسر سكر، تمام، او هنا هو بيكسر سكر بيتخلص من السكر، هنا هو بيبني بيبني دهون اللي هو بيمنع ان هي تتحلل. تاني حاجه ان هو بيبني بروتين عشان بياخد الايه النيتروجين، تمام. طيب بعد كده انهبت هيباتيك جلايكوجينولايسيس، تمام، بيعمل انهبيشن ان الكبد يحلل ايه الجلايكوجين الموجود فيه، فبالتالي يمنع ان هو يزود نسبه الجلوكوز في الدم، تمام. طيب بعد كده بيستيموليت البوتاسيوم انترنج سيلز، تمام، فبالتالي ايه يقلل نسبه البوتاسيوم في الدم، يعني بيخلي البوتاسيوم يدخل جوه الخلايا، تمام. ما حضرتك احنا مش قلنا ان الانسولين ده بيقفل البوتاسيوم شنل، تمام. طيب انا كان عندي الاكشن بوتنشال في السنه الاولى في الفيسيو، لما كان بيجي كان يعمل ايه؟ كان بيطلع البوتاسيوم بره ويدخل صوديوم جوه، تمام. طيب فبالتالي انا لما اقفل البوتاسيوم الشانل دي بقفل البوابه اللي كان البوتاسيوم بيمشي منها، هل البوتاسيوم هيعرف يطلع؟ لا مش هيعرف يطلع، يبقى البوتاسيوم هيتحبس جوه الخليه مش هيعرف يطلع بره، فبالتالي نسبته هتقل في الدم ولا لا؟ هتقل في الدم. ليه؟ لان انا قفلت القناه بتاعته اللي كانت بتخليه يطلع للايه؟ للدم، فبالتالي ما عادش هيطلع للدم، فبالتالي ايه؟ هيقل نسبه البوتاسيوم في الدم، وممكن الشخص ده يجي له هايبوكاليميا، تمام. طيب قال لك بعد كده الجدول ده مهم جدا جدا جدا، اللي هو ايه اشكال الانسولين، تمام، ايه البريبريشن الديفرنت بريبريشن اوف انسولين. انا فاكر على سنتنا في العملي جالنا سؤال مش فاكر كان انهي واحده، بس كان بيقول لي اتكلم عن كل واحد، جاب لي واحد ويقول لي اتكلم عنه، مثلا وليكن الالترا شورت، قال لي اتكلم عن السورس بتاعه والانست والبيك افكت والديرش، تمام. فبالتالي الجدول ده ركز عليه جدا جدا جدا، تمام. طيب قال لك اول حاجه اول صوره من صور الايه الانسولين، هتكلم هنا عن الصور، هنا السورس مصدر الانسولين، الاونست بيشتغل خلال قد ايه، تمام، يفضل قد ايه على ما يشتغل، البيك افكت يوصل اقصى تاثير ليه بعد قد ايه، والديوريشن يفضل موجود في الجسم قد ايه، تمام. طيب اول حاجه الالترا شورت اكتنج انسولين، تمام، الترا شورت ده يعني صغير جدا بيشتغل بسرعه جدا، تمام، اللي هو الانسولين ليزبرو، ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن حضرتك انا خدت الهرمونات، الهرمون الانسولين اللي موجود في الجسم من الهيومن اهوت، وحطيته في ازايز وايه؟ وبحقن بيها الناس المريضة، تمام؟ يبقى وطبعا احنا عارفين
ان الهرمون بتاع الانسان بيبقى ايه، بيشتغل في خلال دقائق معدوده وبيخلص بسرعه، تمام. يبقى الالترا شورت اكتنج انسولين او اللي هو اسمه انسولين ليسبرو ده مصدره منين؟ من الانسان، تمام. طيب بيشتغل خلال قد ايه؟ الهرمونات احنا عارفين تشتغل ايه بعد الاكل، من ايه، من حوالي ربع ساعه. الانسولين في العادي بيشتغل حوالي بعد الاكل بربع ساعه، يبقى بيشتغل من 0 ل 15 منت، تمام، بيشتغل بعد ربع ساعه. طيب بيوصل اقصى تاثير ليه في خلال 30 ل 90 دقيقه، من نص ساعه لساعه ونص، تمام. طيب ويفضل ويشتغل اقل من 5 ساعات، ده الهرمون الطبيعي، تمام. طيب بعد كده الشورت اكتنج انسولين. الشورت اكتنج انسولين ده انسولين بقى ايه، بدات ايه اجمعه من الانسان او البيف اللي هي البار او البورك اللي هو الخنازير، جمعته منهم وحطيته في ازاز وبرضه هحقن بيه الانسان. عندي حاجه اسمها ريجولا، تمام، اللي هو منتظم يعني، او اللي هو ايه بيبقى صافي مش متعكر، تمام، اللي هو نيوترال وسوليبل، تمام، صافي كده، مش نيوترال صافي او ايه، او سوليبل اللي هو ايه دايف في بعضه يعني، يعني ايه عمل زي الميه كده مش متعكر. وسيميلنت الانسولين اللي هو الايه بيبقى متعكر بقى، تمام. طيب اسمه سيميلنت، تمام. طيب قلنا بيبقى موجود من الخنازير واللي هو البار والانسان. قال لك طيب الشورت ده بيشتغل ايه؟ هو شورت يعني من نص لساعه، تمام، يبقى يشتغل من نص ساعه لساعه، ويديك اقصى تاثير ليه بعد من ساعتين لاربع ساعات، ويفضل شغال من 5 ل 7 ساعات، تمام. طيب الكلام ده مهم يعني، هيجي يقول لك مثلا اتكلمنا على الشورت اكتنج، جالنا في سنتنا في العمل كده، تمام. طيب بعد كده الانترميديت اكتنج اللي هو الوسط بقى، بيفضل ايه اكتر شويه، شغال اكتر شويه. عندي ايسوفان انسولين اللي هو بقول عليه ال ان بي اتش، ده اللي هو الانسولين معكر، تمام. طيب ايسوفان انسولين ال ان بي اتش بيبقى انسولين معكر كده، عامل زي ايه، زي كان حضرتك بودره كده وانت حطيت فيها الايه الميه، تمام، ايه تبدا تتعكر كده. بعد كده عند اللينت انسولين، اللينت انسولين ده عباره عن 30% السيمينت اللي هو كان الشورت، و70% الالترا لينت اللي احنا هنتكلم عنه كمان شويه، يعني معنى ذلك ان هو بيجمع مميزات الاثنين، تمام. اللينت ده جمع مميزات الاثنين، اللي هو اللي كان بيشتغل شورت اللي هو السيمينت، تمام، واللي بيشتغل لونج اللي هو الايه الالترا لينت زي ما هنتكلم شويه، تمام. طيب يبقى اللينت انسولين ده جمع حاجتين حلوين، تمام، جمع الحلو من كل حاجه. طيب برضو التأثير بتاعه طبعا النسبة 30 سيمينت و70 ايه الترا لينت، تمام. طيب قال لك برضو بورك وبيف وهيومن، قال لك بيشتغل في خلال ساعتين، وبيفضل وبيديك اقصى تأثير ليه بعد 6 ل 14 ساعة، وبيفضل شغال ايه من 18 ل 24 ساعة، يفضل شغال يوم كامل. بعد كده بقى اللونج اكتنج انسولين، قال لك اللونج اكتنج انسولين اللي هو الايه الالترا لين، تمام، اللي هو بيشتغل فتره طويله، برده متعكر وبيشتغل فتره طويله. بورك بيف هيومن خلاص عرفناها، 6 ساعات بيبدا يشتغل بعد 6 ساعات، يديني اقصى تاثير ليه بعد 18 ل 24 ساعه، ويفضل شغال من اليوم ليوم ونص، تمام، من 24 ل 36 ساعه. وعندي الايه البي زد اي ده اللي هو انسولين حطيت عليه زنك، تمام. طيب بروتامين زنك ايونز، تمام، حطيت عليه زنك. الجدول ده قلنا انه ايه مهم جدا، خلاص احفظه مهم جدا، تمام. طيب قال لك بقى ايه، بدا يتكلم معايا على اللونج اكتنج. اللونج اكتنج قال لك عندي مثلا اللي هو الايه اللي كنا بنقول عليهم اللي هم ايه الالترا لينت والبروتامين زنك ايونز، تمام. هنتكلم على الالترا لينت بقى، قال لك هقول شويه انواع كده. هو ايه فكره الشورت والانترميديت واللونج؟ هم كلهم انسولين، تمام، جايبه من الهيومن او البورك او البيف. ببدا انا اعدل في الانسولين ده، احط عليه بروتين معين، احط عليه ماده معينه وهكذا، تمام. قال لك مثلا هجيب انسولين واحط عليه جلارجين، تمام، ده حمض امين، تمام، اويناس الجلارجين. قال لك ده عشان يعمل ايه؟ علشان يطول لي المده بتاعته، سلو اونس، تمام، يخليه يشتغل بعد مده طويله، يخليه موجود في الجسم فتره طويله، فبالتالي ممكن يعمل هايبوجلايسيميا، ما هو عكس الهايبر ايه؟ هايبو، الحاجات اللي هتعالج، خدها قاعده، اي دواء هيعالج الانسولين إيه السكر ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل هايبوجلايسيميا، يقلل نسبه السكر في الدم، تمام. طيب يبقى بيعالج السكر، يدخلني في غيبوبه نقص سكر، تمام. طيب قال لك نو بيك افكت، ما عندوش بيك افكت، ما بيديش اقصى تاثير، يعني هو بيدخل يفضل شغال بنفس المستوى، هو كفاءه، بيفضل شغال بنفس الاداء، ما بيعطلش. وجه في سبكتنوس بيتاخد تحت الجلد، خد بالك اي انسولين بيتاخد تحت الجلد، تمام، يعني مش معلومه قيمه يعني. بعد كده الانسولين ديتمر، تمام، انسولين ديتمر ده برضه عملت فيه ايه شويه مركبات كيميائيه كده، ضفت فيه فاتي اسيد تشين، ضفت فيه حمض دهني، تمام، فاتي اسيد تشين. قال لك ده يعمل ايه؟ ده برضه هيعمل لي سلو اونست، وبالتالي برضه ايه هيعمل لي هايبوجلايسيميا زي الايه زي الجلارجين، تمام. طيب
قال لك بعد كده انسولين كومباينيشن اللي هو الميكس، عملت ميكس تمام، عملت انسولين ميكس تمام. ان انا مثلا اجيب 30% ريجولار و70% الان بي اتش اللي هو كان مثلا زي زي اللي هو اللينت انسولين تمام، 30% سيمينت اللي هو 30% سيمينت و70% ايه الترا لينت. كذلك ده هيبقى 30% ريجولار اللي هو اللي هو اللي مش متعكر اللي هو الرايق اللي هو اللي عامل زي الميه، و70% الان بي اتش اللي هو الايه اللي هو كان متعكر تمام. فهحط 30% من الرايق و70% من المتعكر على بعض. قال لك او ممكن اضيف 50% من الاثنين نص ونص، او ان انا اعمل 75% ان بي اتش و25% اللي سبرول اللي هو الاولاني خالص اللي هو الايه الشوت الالترا شوت. انا بعمل كل ده ليه؟ علشان ايه؟ يعني اخد مميزات كل حاجه، كل ده ولا بيجي في امتحان ولا كلام من ده، انا اهم حاجه عندي الجدول تمام. طيب كل اللي انا بقوله ده ايه يعني ولا تشغل بالك بيه، اهم حاجه الجدول بس تمام. طيب وايه والميكانيزم بتاع الانسولين ده فيسيولوجي بس اعرفه والافكت بتاعي تمام. طيب قال لك بقى الانديكيشن اوف انسولين سراب، امتى ادي انسولين سراب، امتى ادي انسولين كده الهرمون الانسولين نفسه. في الناس والله اللي عندها انسولين ديبندنت دايابيتس مينس، الناس اللي عندها مشكله في الانسولين، الناس اللي عندها خلل في نقص في الانسولين تمام، عشان في خلل في البيتا سيل. قال لك او النون ديبندنت دايابيتس مينس سوز كومبليكيشن كيز، مش انا كنت بقول لك ان 20% من الحالات التايب 2 اللي هو النون ديبندنت اللي مش معتمد على الانسولين بيحتاجوا انسولين ليه؟ لان ممكن يحصل كومبليكيشن، ممكن يحصل اي حاجه ايه فتخليه يحتاج انسولين. قال لك وممكن الدايابيتس كيتو اسيدوز تمام اللي هو غيبوبه السكر، الشخص جاله غيبوبه سكر بسبب نقص بسبب زياده الجلوكوز الكتير، فبالتالي لازم ايه اديله انسولين على طول عشان يشتغل بسرعه تمام. دايابيتيك كيتو اسيدوز اللي هي بختصرها بالدي كي اي، الدي كي اي ده اللي هي غيبوبه السكر تمام. طيب طيب بالنسبه للسايد افكت بتاع الانسولين تريتمنت، انا كل ده ايه انا ما دخلتش في المهم لسه، ما دخلتش في الجد. قال لك والله الانسولين تريتمنت السايد افكت بتاعته يا اما لوكال يا اما سيستميك. لوكال يعني مكان الحقنه ممكن يعمل الرجي حساسيه، ممكن يعمل لوكال انفكشن السرنجه ما تبقاش متعقمه او مكان الحقنه ما يبقاش متعقم فيها من الانفكشن، او لايبو ديستروفي اللي هو ايه خلل في الدهون. طبعا هي بتتحقن سب كوتونس يعني تحت الجلد في الخلايا في الدهون يعني في البطن مثلا او في الدراع من تحت او في الفخذ وهكذا تمام، الفخذ من قدام يعني اللي هو الساق يعني تمام. طيب قال لك حضرتك انت بتحقن في الدهون، فان كتر كل شيء عمال تشكشك الدهن تشكشك الدهن تعمل تشك الدهن ده يعمل لايبو ديستروفي. يعني ايه لايبو ديستروفي؟ ممكن يحصل اتروفي ان هو يحصل ايه ضمور في المكان ده في الدهون ده في خلايا الدهون دي، فتلاقي ايه الخلايا دخلت لجوه كده تمام، او هايبر تروفي ان يحصل ايه زياده في الايه في الدهون فيحصل ايه زي الكيعه كده تمام، يبقى يا اما اتروفي اللي هو الدهون تدخل لجوه او هايبر تروفي اللي هو يحصل الكيعه. طيب بالنسبه للسيستميك، والله السيستميك اخر حاجه هايبوجلايسيم ان هو نقص الصوديوم تمام للاسف الجلوكوز. بعد كده هايبوكاليميا ان هو زي ما قلت لك ان هو بيدخل البوتاسيوم جوه خلايا فبالتالي ممكن ينقصه في الدم فيعمل هايبوكاليميا. قال لك ويت جيم بيسبب ايه زياده في الوزن تمام. طيب قال لك لانه طبعا ايه بناء على الدهون بيمنع اللايبوليسيس. قال لك بعد كده انسولين ريزيستنس ممكن يعمل ريزيستنس تمام. طيب قال لك طب تعالى نشوف بقى ايه الانسولين ريزيستنس او المقاومه ده. قال لك الانسولين ريزيستنس ده اللي هو فشل الجسم ان هو او الخلايا فيلير سيل تو ريسبوند تو اباوت 100 او 200 يونت اوف انسولين، فشل الخلايا انها تستجيب ل 100 او 200 ايه وحده من الانسولين. الانسولين ده بيتقاس بالوحدات تمام. طيب وحدات كده متعرف عليه. طيب انواعها بقى، قال لك والله الانسولين ريزيستنس دي ممكن تبقى ايمونولوجيكال تمام، مشكله يعني جينيه او اسف مشكله مناعيه ان حصل مشكله فالخلايا ضربت المناعه ضربت الريسبتورز بتاعت الانسولين تمام اللي هي بري ريسبتورز، جت المناعه ضربت الريسبتورز بتاعت اللي هي الانسولين ريسبتورز اللي هي الالفا والبيتا ضربتها فما عادش ريسبتورز. هل الانسولين يعرف يدخل جلوكوز جوه الخليه؟ خلاص مش هيعرف يدخل جلوكوز لان ما فيش ريسبتور يمسك فيه تمام. طيب او نون ايميولوجيكال تمام، نون ايميولوجيكال بقى ايه؟ ممكن يكون خلل مثلا في في مشكله في التيروزين كاينيز، في مشكله في الجلوت 4 وهكذا تمام، في مشكله مش مناعه تمام. طيب خلل في هرمون او هكذا اللي هو ايه بوست ريسبتور اللي هو بعد الريسبتور تمام في الخليه بقى نفسها، يبقى دي ايه الريسبتور التايبز بتاعت الايه بتاعت الريزيستنس انسولين. طيب اسبابها بقى، والله ممكن يكون الاوبست الشخص ده تخين تمام، فالشخص التخين ده بيبقى ايه الريسبتورز بتاعته تقيله شويه فمحتاجه ايه كميه اكبر تمام، هو بيبقى تقيل في كل حاجه فبالتالي ايه برضو ايه الريسبتورز بتاعته تقيله تمام، زي الشخص النوم تقيل كده
بيبقى ايه بيصحاش بسهوله. كذلك الاوبيس ده شخص تخين او عنده سمنه، فبالتالي ايه الريسبتورز بتاعته ايه تعتبر نايمه، نوم تقيل، فبالتالي عايزه ايه، عايزه حاجه كتير تقيله عشان تصحصح، عايزه كميه انسولين كتير عشان تصحصح، اكتر من 100 او 200 صبي يونت اوف انسولين. تمام. طيب قال لك ممكن يكون في بص ريسبتور ديفكت. تمام. في مشكله بعد الريسبتور زي ما قلت لك ان يحصل مثلا انزيم او بروتين او بروتين او اي حاجه جوه الخليه. قال لك ممكن كمان في مشكله مثلا عندي ستريس، الضغط، الشخص ده عنده ضغط دايما مضغوط او متوتر، انفكشن، في مشكله او عدوى بكتيريا ضربت الريسبتورز مثلا، كورتيكوستيرويد الكورتيزون بيقلل الايه طبعا بيقلل عدد الريسبتورز كلها. تمام. مش الانسولين ريسبتورز بس. قال لك لوكال انسولين ريزيستنس، ممكن في الريزيستنس دي تبقى موضعيه ان يحصل بروتيوريتيك انزيم، ان الانزيمات اللي هو التيروزين كايناز مثلا مش موجود، فبالتالي الجسم مش هيستجيب ليها. تمام. طيب طب التريتمنت، قال لك والله هعالج السبب، اشوف السبب، لو اوبست مثلا اعالجه، لو في انفكشن اعالجها، لو هو بياخد كورتيكوستيرويد ابطله وهكذا، وتشينج تايب اوف انسولين، اغير نوع الانسولين، لو هو مثلا ماشي على الاسبرو امشي على مثلا ايه الان بي اتش او السيمينت او هكذا. تمام. طيب ده المهم بقى عندي، ده اهم حاجه عندي، الاورال دايبيتك دراج، ده اللي هيجي يساله لي في الامتحان، ايه الاورال دايبيتك دراج او الادويه اللي انا هعالج بيها الدايبيتك. والله انا عندي مشكله الدايبيتك ايه، انا عندي ده مثلا دي الماده. تمام. المفروض ان الجسم الاكل بيدخل من المعده، ادي المعده اهي، الاكل يدخل المعده من المعده، وعندي ادي البنكرياس، وعندي ادي الخليه السل. تمام. طيب قال لك والله انا عندي المشكله ممكن تكون في البنكرياس ان هو مش عارف يطلع انسولين، فبالتالي هدي حاجات تصنع انسولين. تمام. هسميها انسولين سكريتوجوجنس. تمام. خلايا حاجات كده تخلي البيتا سيل او البنكرياس يطلع انسولين كتير. تمام. طيب ده حاجه، او ان انا اخلي الخلايا البريسبتورز هنا تبقى حساسه شويه للانسولين. تمام. اقل كميه انسولين تاثر فيها فسميها انسولين سنسيتايزر. تمام. ازود حساسيه الخلايا من الانسولين. تالت حاجه ان انا اقلل امتصاص الايه الجلوكوز من الجهاز الهضمي. تمام. ما هو انا لو قللت امتصاص الجلوكوز من الجهاز الهضمي فبالتالي هقلل كميه الجلوكوز اللي موجوده في الدم، فبالتالي مش هحتاج كميه انسولين كتيره، فبالتالي ممكن نشتغل على الجي اي تي او الجهاز الهضمي. تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه خطوط الشغل بتاعي او خطوط الدفاع بتاعتي، ايه او يا اما اشتغل على البنكرياس، يا اما اشتغل على الخليه، يا اما اشتغل على الايه الجهاز الهضمي. طيب اهو انسولين سيجلوكوجنس اللي هو بصنع انسولين او بزود تصنيع الانسولين، انسولين سنسيتايزر ان انا بزود حساسيه الخلايا من الانسولين، وعندي مثلا حاجه اسمها الفا جلوكوزايد انهبيتور، حاجه اسمها دراج اكتنج اون انكريتين، الانكريتين ده هرمون هنتكلم عنه، والاسجلوتو انهبيتور، كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. قال لك والله ده بقى الايه المقارنه من ايزميديول. تمام. طيب الورقه بتاعنا بتاع ايزميديول، قال لك اول حاجه والله عندي الانسولين سيكريتوجوجنس. تمام. حاجات هتزود تصنيع الانسولين. قال لك عندي عيله اسمها سلفونايل يورييز. تمام. وحاجه اسمها الميجلتينايد انالوجس. تمام. سلفونايل يورييز فيها كلمه سلفا يعني فيها عنصر الصلفة اللي هو الكبريت. تمام. سلفونايل يوريا او الايه الميجلتينايد انالوج. تمام. دي عيله ودي عيله. تعال الاول ايه نشوف الايه السلفونايل يوريا. قال لك السلفونايل يوريا دي اي اضافي بيبدا بكلمه جلاي. تمام. الاكزام بتاعها مثلا جلاي بنكلامايد، جلاي كلازايد، جلاي ميبرايد. تمام. اي حاجه بتنتهي بتبدا بكلمه جلاي. طيب الوظيفه بتاعتها ايه؟ قال لك والله انها بتزود انسكريشن من اسمها، عشان هي اسمها سكريت كوجنس فهتزود الانسولين سكريشن. طيب كمان هتمنع الكبد ان هو يصنع جلوكوز. تمام. ديكريز الهيباتيك جلوكوز فورميشن. مش بس كده، لا ده هتزود الانسولين سنسيتيفيتي كمان، يعني هتشتغل كمان زي الايه؟ زي الانسولين سنسيتايزر اللي هنتكلم عنها بعد شويه. يبقى هي هتزود تصنيع الانسولين، هتخلي الكبد ما يصنعش جلوكوز، وهتزود حساسيه الخلايا من الجلوكوز. طيب بالنسبه للادفيرز افكت، والله هي هتزود الانسولين، يبقى معنى ذلك الانسولين بيعمل ايه؟ بيعمل ويت جين. تمام. الانسولين قلنا ان هو هيزود الوزن. تمام. والانسولين هي ايه؟ هيعمل لي هايبوجلايسيميا لانه هيقلل نسبه الجلوكوز في الدم فيعمل هايبوجلايسيميا. تمام. حاجات معروفه اهي. طيب بيقول لك بقى ايه، خد بالك ان انا المريض السلفونايل يوريا ده بديه بحذر مع مريض الرينال والهيباتيك، مع مريض الكلى والكبد. تمام. ليه؟ لان حضرتك الناس دي عندها مشكله
في الميتابوليزم والاكسكريشن، فبالتالي مش هيكسروا الدواء او مش هيخرجوا الدواء بسرعه، تمام؟ فالدواء هيفضل شغال في الجسم فتره اطول، فممكن يعمل لها هايبوجلايسيميا. ما هو يوز ات كيرفولي الرينال اور هيباتيك ديزيز بيكوز ديلي اكسكريشن اوف دراج ليد تو سيفير هايبوجلايسيميا. ان انا الدواء يفضل شغال في الجسم فتره اطول وما يطلعش بره، ما يحصلش اكسكريشن مثلا، او يطلع بره الجسم عن طريق الكدني، هيفضل شغال كتير فيعمل لها هايبوجلايسيميا. فبالتالي الناس اللي عندها مشاكل في الكلى والكبد لازم اقلل لهم الجرعه شويه. قال لك عندي الجلايبنكلامايد والجلايبرايد دي اي عادي، تمام؟ بتتكتب اي او يو. بيقول لك دول امينين في الحمل، تمام؟ ليه؟ لان هم ما بيعدوش الايه للبلاسينتا، تمام؟ طيب يبقى الجلايبنكلامايد والجلايبرايد، تمام؟ طيب الاثنين فيهم كلمه بي عشان ايه؟ يعرفك بريجننسي، تمام؟ طيب كده خلصنا الصرفون ريز، كلام سهل اهو بس مهم. طيب بعد كده الميجليتنايد، قال لك الميجليتنايد اي حاجه بتنتهي بكلمه جلانايد، زي مثلا الريبجلانايت والناتجلانايت، تمام؟ الريبجلانايت والدانجلانايت. قال لك والله دول بيشتغلوا بسرعه ويخلصوا بسرعه، الحاجه اللي بتشتغل بسرعه بتخلص بسرعه. طيب الادفرس افكت بتاعي والله ممكن يعمل بوست بارنتال هايبوجلايسيميا. يعني ايه الكلام ده؟ كلمه بوست بارنتال يعني بعد الوجبه بعد الاكل، ممكن بيقول لك ان هو ممكن يعمل لي يوطي السكر بعد الاكل. طيب ازاي ده غير منطقي، المفروض السكر بعد الاكل السكر يعلى. قال لك الدواء ده بقى من بيوطي الضغط اللي هو بيشغل الرابيد اونست وكلوبت دوريشن، انا بشتغل بسرعه فانا هاخده وهاكل، تمام؟ هيقوم مقلل السكر على طول فاكل انا كاني ما اكلتش، تمام؟ هيحصل لي هايبوجلايسيميا، نقص السكر بعد الاكل، تمام؟ بص براند هايبوجلايسيميا ليه؟ لان هو بيشتغل بسرعه فما اداش فرصه للاكل ان هو يتهضم، ما ادانيش فرصه ان انا احس بالشبع، اول ما اكلت على طول ايه؟ اقلل ايه؟ اما كسر اما طلع انسولين وكسر الجلوكوز وايه؟ واعمل لي هايبوجلايسيميا، تمام؟ طيب قال لك كمان ممكن يعمل كوز فاستنج هايبوجلايسيميا. يعني ايه فاستنج هايبوجلايسيميا؟ فاستنج هايبوجلايسيميا يعني فاستنج ده اللي هو الصايم. حتى بيقول لك ايه في تحليل الجلوكوز تحليل السكر، لما الشخص عايز يعرف انه عنده سكر ولا لا يحلل حاجتين، حاجه اسمها بوست بارنتال بوست بارنتال وحاجه اسمها فاستنج، تمام؟ اللي هو السكر فاتر والسكر صايم. السكر فاتر اللي هو بوست بارنتال تمام، ياكل وبعد ساعتين يروح يسحب عين الدم ويقيسوا له سكر في الدم. طيب لو صايم اللي هو الفاستنج بقى يصوم مثلا 12 ساعه ويروح او 8 ساعات وايه ويروح يقيس السكر ايه صايم، تمام؟ ده الفاستنج، تمام؟ يبقى فاستنج هايبوجلايسيميا ان الشخص السكر بتاعه يوطى لو ما اكلش، تمام؟ حاجه طبيعيه يعني، الشخص مش هياكل سكره هيوطى، تمام؟ حاجه طبيعيه، تمام؟ طيب لكن الاولانيه دي هي اللي مش طبيعيه، تمام؟ طيب النوت بقى قال لك والله هو امن الناس اللي عندها حساسيه من الايه من السلفونيل يوريز عشان هو ما فيهوش صلفه، تمام؟ الناس اللي عندها حساسيه من الكبريت. قال لك وما ينفعش يديه مع السلفونيل يوريز، ليه؟ لان هو حضرتك ده بيزود الانسولين وده بيزود الانسولين، فالاثنين هيعملوا ايه؟ سيفير هايبوجلايسيميا، تمام؟ يقلل له نسبه الجلوكوز في الدم كتير، تمام؟ طيب بعد كده عند الانسولين سنسيتايزر اللي هي ايه؟ هتزود حساسيه الخلايا من الانسولين. عند حاجه اسمها الباي جوانايت اللي هو الميتفورمين، تمام؟ اسمه الشهير ميتفورمين، تمام؟ الباي جوانايت الميتفورمين او السيدوفاش، تمام؟ هتلاقيه منتشر جدا باسم السيدوفاش. قال لك ده والله بيعمل لي سلو انتستاينال ابزوربشن اوف شوجر، تمام؟ بيقلل لي امتصاص الانتستاين الشوجر من الانتستاين، تمام؟ يعني بيشتغل برضو على ايه؟ على الجهاز الهضمي، تمام؟ يبقى هو هيعمل ايه؟ هيقلل الامتصاص بتاع الايه؟ بتاع السكر من الجهاز الهضمي. بعد كده هيقلل الهبات الجلوكوز فورميشن، هيمنع الكبد ان هو يصنع جلوكوز ويمبروف جلوكوز ابتيك ايه ويوزر، تمام؟ ان هو يخلي خلايا ايه؟ يزود حساسيه الانسولين الخلايا الانسولين فيخليها ايه؟ تاخد جلوكوز اكتر، تمام؟ اللي هي وظيفه الانسولين. وبقى يقول لك ايه ان هو ممكن يستخدم في نقص الوزن، في ناس كتير بتستخدم السيدوفات، لا ممكن ما يكونش عنده سكر وتلاقيه بياخد سيدوفات، تقول له بتاخد سيدوفات ليه؟ يقول لك عشان اخس، ليه؟ لان السيدوفات ده او الميتفورمين او البايجوانايت بيقلل الوزن، تمام؟ طيب يبقى هو هيبطئ امتصاص السكر ويقلل التصنيع بتاع الجلوكوز ويزود دخول الجلوكوز للخلايا، تمام؟ طيب طب بالنسبه للادفرس افكت والله ممكن يعمل جي اي تي سيستمز عشان هو بيعمل ايه؟ سلو الانتصان الابزوربشن، تمام؟ بيوقف الهضم يعني. الجي اي تي سيستمز دي تمثل في النوزيا والفوميتنج، تمام؟ والانالوجيا اللي هي فقدان الشهيه وابدو من الايه؟ ديسكومفورت كده اللي هو ايه؟ تقلبات في البطن كده، والدايريا اللي هو الايه؟ الاسهال، تمام؟ طيب قال لك كمان ممكن هو less risk of hypoglycemia than sulfonylureas. بيقول لك ان هو ما بيعملش هايبوجلايسيميا زي التانيين، ليه؟
لان حضرتك الدواء ده وجوده يعتمد على الانسولين، في انسولين الدواء ده هيشتغل، ما فيش انسولين الدواء ده مش هيشتغل، اسف في نقص في الانسولين الدواء ده هيشتغل، ما فيش نقص في الانسولين الدواء ده مش هيشتغل. ولذلك الناس بتستخدمه ايه عشان ينقص الوزن عادي، وما يعملوش هايبوجلايسيميا. ليه؟ لان هو ما بيعملش هايبوجلايسيميا للناس الطبيعيه. انت طول ما انت طبيعي الاسيدوفات ده مش ايه مش هيجي من السكر بتاعك، طول ما الانسولين بتاعك كويس الاسيدوفات ده مش هيأثر عليك او الميتفورمين ده مش هيأثر عليك، تمام؟ ولذلك الناس بتاخده عادي علشان هو ما بيعملش هايبو جلايسيميا، تمام؟ طيب، وممكن ايه رير لاكتيك اسيدوزيس كده اللي هو ايه يزود ايه الحموضيه بتاعت الدم نادرا يعني، تمام؟ طيب، قال لك كونترا انديكيشن الناس اللي عندها مشاكل في الكلى والكبد طبعا زي ما قلنا عشان هم ايه هيقلل الايه الاكسكريشن بتاع الدواء. قال لك كمان ممنوع في الاكيوت مايوكاردا انفاركشن. قال لك كمان ممنوع في الايه في الديابيتيك كيتو اسيدوزيس الناس اللي عندها غيبوبه سكر، تمام؟ طيب، لانه ممكن يزود اللاكتيك اسيدوز وايه ويدخلني في مشاكل تانية، فليه ما تدوش خالص، تمام؟ طيب، قال لك بس خد بالك ان استخدامه لفتره طويله بيعمل بيتدخل مع الفيتامين بي 12، تمام؟ فالناس اللي بتاخد متفورمين او سيتوفاج بايه كل فتره كده لازم ايه يمشي ياخدوا ايه فيتامين بي 12، فيتامين بي 12. بيقول لك اهوت ان هم العيله دي بتعتمد على وجود الانسولين، في انسولين تمام هيشتغل، ما فيش انسولين مش شغال، تمام؟ يعني الشخص ده ما عندوش ما فيش انسولين فمش هيشتغل، تمام؟ طيب، بعد كده عندي الاخوه اللي هو الايه الصيا زاليدو نادين، تمام؟ صيا زاليدو نايدون، تمام؟ قسمها كده صيا زوليدو نيدون اللي هو ايه بقول عليه الايه الجليتازون، تمام؟ اي دواء في كلمه جليتازون. عندي مثلا البايو جليتازون الاتش دي ما يعنيش خلاها جي، تمام؟ بايو جليتازون والروس جليتازون اي دواء في كلمه جليتازون. قال لك دول بيعملوا ايه؟ والله دول بيعملوا تدشيت لانزيم اسمه البي بي اي ار جاما ريسبتورز. انزيم البي بي اي ار جاما ريسبتورز ده اللي هو اختصار لانزيم اسمه البي، عند اختصار لبروكسيزوم، والبي الثانيه بروفليتيف، والاي اكتيفيتد، والار ريسبتورز. ما تشغلش بالك بالاختصار بالاسم، اسف اعرف الاختصار بس، البي بي اي ار جاما، تمام؟ ريسبتور. طيب، البي بي اي ار جاما ريسبتورز ده بيعمل ايه؟ والله حضرتك الانزيم ده لما يتنشط بيزود لي او يحفز لي الجلوكوز ميتابوليزم، تمام؟ او ريجوليت جين ريليتد تو جلوكوز، بيأثر على الجينات او بينظم عمل الجينات اللي بتقص اللي لها علاقه بالجلوكوز ميتابوليزم، تمام؟ زود كلمه ميتابوليزم هنا، فبالتالي بيزود بيحسن كفاءه الانسولين او يقلل ايه اللي هو عمل الانسولين، يعني هو ايه يكسر الجلوكوز، تمام؟ طيب، يبقى البي بي اي ار جاما ده بيحفز الجلوكوز ميتابوليزم، تمام؟ طيب، وبرده كمان ايه بيحسن ايه بيزود الايه السنسيتيفيتي بتاعه الخلايا للانسولين. طيب، الادفيرس افكت رجعنا بقى لايه الحاجات الطبيعيه الويت جين، تمام؟ انسولين بيزود الوزن. اوستيوبينيا اللي هو خف العظام، تمام؟ طيب، ممكن ده يحصل يعمل فراكشن، تمام؟ اوستيوبينيا اللي هو العظام بتاعتك بقت هشه فممكن يعمل كسور، تمام؟ فراكشن. قال لك خد بالك ان الروس جليتازون بيزود الميوكاردال انفاركشن، تمام؟ فلو حد عنده مشكله في القلب ما ينفعش تديله ايه الروس جليتازون، تمام؟ طيب، بعد كده عند العيله اللي بعد كده اللي هي الالفا جلوكوسايديز انهبيتور، والعيله الثانيه اللي هي الايه السجلوت 2 انهبيتور، تمام؟ طيب، اول حاجه الالفا جلوكوزايتيز انهبيتور ده عندي امثله عليه زي الاكربوز والميجليتول، تمام؟ اكربوز والميجليتول. قال لك دول بيعملوا ايه؟ قال لك دول والله بيشتغلوا على الجي اي تي، يعملوا ايه؟ يعملوا ديلي دايزيشن اوف الكربوهيدرات، بيقللوا امتصاص الكربوهيدرات، تمام؟ زي ده بالظبط، تمام؟ زي الميتفورمين بالظبط ما كان بيعمل، تمام؟ طيب، يبقى هو هيقلل ايه الهضم بتاع الكربوهيدرات، بيزود الانسولين اكشن ان لارج تيشو، بيزود الايه الاكشن بتاع الانسولين في الايه في الانسجه، تمام؟ طب الانسولين اكشن بتاعه ايه؟ ان هو يعمل تيك اب للايه للجلوكوز في الخلايا، ان نخلي الخلايا تاخد ايه جلوكوز، تمام؟ طيب، قال لك انا اللي هو الالفا جلوكوزايد جلوكوزايتيز انهبيتور ده اللي هو الاكروبوز والميجليتول، دول بيعملوا ايه؟ دول حضرتك بيتاخدوا في بدايه الوجبه، يعني تقول للمريض كده لما تيجي تاكل تقعد على الاكل كده تمسك المعلقه تقوم واخد الحبايه الايه الاكربوز ده، تمام؟ طيب، يبقى بيتاخد في بدايه الوجبه. طيب، بعد كده السجلوت 2 انهبيتور، قال لك والله السجلوت 2 انهبيتور دي كلمه السجلوت دي ده نوع ناقل برضه بينقل الجلوكوز والصوديوم، تمام؟ طيب، جلوكوز وصوديوم. قال لك هنفهم دلوقتي، قال لك الامثله بتاعتي كان جليفلازون والدبا كليفلازون، تمام؟ اي حاجه برضه بتنتهي بكلمه ايه جليفلازون، كان جليفلازون والدبا جليفلازون، تمام؟
حتى ايه يعني تحسهم زي بعض، كانا ودابا. تمام. طيب ده بيعمل ايه؟ قال لك ده والله بيقلل الري ابزوربشن اوف جلوكوز والصوديوم، تمام، بيمنع اعاده امتصاص الجلوكوز والصوديوم في الكلى. تمام. يبقى الاسجلوتو ده وظيفته اصلا، الاسجلوتو ده كان وظيفته ان هو بايه بيعمل، هو ده اللي بيعمل ري ابزوربشن، بيعيد امتصاص ويدخل للصوديوم والجلوكوز، يبدا ايه الدم ماشي كده ورايح يطلع بره الجسم عن طريق الكدني ماشي، ورايح يتفلتر الاسجلوتو ده يلاقي الجلوكوز والصوديوم يقول لك ايه، لا دول تبعي هاتهم تاني. تمام. زي ما تبقى مثلا في مصلحه حكوميه وعارف حد يقوم يشدك من الطابور كده ويقول لك تعالى ايه هخلص لك اللي انت عايزه، كذلك الجلوكوز والصوديوم عارفين الايه الاسجلوتو، فالاسجلوتو يشوفوا ماشيين في الدم يقوم ايه واخدتهم ومرجعهم الدم تاني. طيب لما انا اعمل انهبيشن للبروتين ده اللي هو الاسجلوتو ده هعمل ايه؟ هقلل الري ابزوربشن اوف جلوكوز اند صوديوم، فبالتالي همنع اعاده امتصاص الجلوكوز والصوديوم تاني، فبالتالي هخلي الجسم يرمي ايه؟ يرمي جلوكوز وصوديوم. تمام. طيب فبالتالي هزود الايه اليورينري جلوكوز اكسكريشن. طيب خد بالك ان الجسم هيطلع صوديوم، والصوديوم ما بيطلعش لوحده هو والجلوكوز، هيطلعوا معاه ايه؟ هيطلع معاهم ميه. فبالتالي والصوديوم ده كان بيعمل ايه؟ الصوديوم ده اللي كان بيرفع لي الضغط، فلما الصوديوم يقل يبقى الشخص ده ضغطه هيوطى. تمام. يبقى خد بالك ان الناس اللي هتمشيها على سجلوتو انهبيتور ضغطه هيوطى، تمام، هيجي له هايبوتنشن. طيب يبقى كده عرفنا ان هو بيعمل ري ابزوربشن اوف جلوكوز والصوديوم، وبالتالي هيزود الايه الجلوكوز اكسكريشن. طيب الادفيرس افكت، والله بيعمل في ميل جينيتال مايكوتيك انفكشن، بيعمل عدوى فطريه في الجهاز التناسلي بالنسبه للسيدات، بيعمل يورينري تراكت انفكشن، تمام، عدوى في الجهاز البولي، يبقى يعمل عدوى في الجهاز البولي، عدوى في الجهاز التناسلي للسيدات، ويعمل هايبوتنشن، تمام، اللي هو بيوطي الضغط خاصه في الناس الكبيره. ليه؟ علشان ايه؟ خلى الايه الصوديوم يطلع بره الجسم. قال لك خد بالك ان العيله اللي هي السجلوت 2 ده اللي هو كان جليفلازون والدابا جليفلازون بيتاخدوا مره واحده في اليوم في الصبح اول ما يصحى كده على ريق النوم ياخدهم. تمام. طيب وبيطلعوا عن طريق الايه الفيز او البراز، بس ثلث الجرعه بتطلع ايه عن طريق الكلى. تمام. يبقى الثلث عن طريق الكلى والثلثين في ايه في البراز. قال لك بعد كده اخر حاجه معانا اللي هو حاجه اسمها الداي بيبتيدايل بيبتيديز انهبيتور، اللي هو الداي بيبتيدايل بيبتيديز 4 انهبيتور، ده انزيم اكيد هيعمل له انهبيتور. تمام. وكريتين، انكريتين ده هرمون هنتكلم عنه. تمام. طيب قال لك اول حاجه تعالى نشوف الانكريتين. تمام. الانكريتين ده هاخده سب كوتون وسلي، تمام، تحت الجلد في الطبقه الجلديه يعني الطبقه الدهنيه اللي تحت الجلد. تمام. طيب قال لك الانكريتين ده عندي دواء اسمه اكسنتين، تمام، اكسنتين اكسنتين زي الانكريتين كده، اكسنتين انكريتين. تمام. طيب اكسنتايد انكريتين. تمام. طيب قال لك الاكشن بتاعي، قال لك والله الاكشن بتاعي بتاع الاكسنتايد ده ان هو هيعمل امبروف انسولين سكريشن، يعني الانكريتين ده وظيفته ان هو بيحسن الانسولين سكريشن. تمام. طيب ومش بس كده، ده كمان بيعمل سلو جاستريك امتي تايم، يعني بيقلل ايه فتره الايه بيطور فتره الهضم. تمام. بيبطئ عمليه الهضم، فبالتالي هيعمل ايه؟ يقلل ان الجسم إيه او ان يحصل ايه دايجيشن للكربوهيدرات، يعني معنى ذلك ان هو بيقلل ايه الدايجيشن بتاع الكربوهيدرات. تمام. طيب يبقى هو حسن الانسولين سكريشن وقلل الدايجيشن بتاع الكربوهيدرات، كمان هيقلل الجلوكاجون سكريشن. تمام. ومش بس كده، هيحفز البيتا سيل بروفيشن، هيحفز انقسام البيتا سيل عشان تطلع انسولين كتير. يبقى هو اول حاجه هيعملها هيحسن انقسام البيتا سيل، هيزود انقسامات البيتا سيل فتطلع ايه انسولين كتير، وكمان هياثر على الجلايكوجين، هيقلل ايه الدايجيشن بتاع الكربوهيدرات ميتابوليز، وبيقلل الجلوكاكون سكريشن. تمام. طيب بعد كده قال لك خد بالك ان هو شورت ديوريشن اكشن، يعني بيشتغل فتره قصيره، فبالتالي سو ريكوير فريكوينت انجكشن، يعني هيحتاج انك ايه تحقن الجسم كل شويه، بعد قبل كل وجبه هتحقن الجسم، هتحقن المريض ده ايه سرنجه ايه اكسينيتايد. تمام. طيب ليه؟ لانه بيخلص بسرعه. يبقى الانكريتايد ده وظيفته ايه؟ ان هو بيحسن الانسولين سكريشن. تمام. طيب طيب بالنسبه بقى للداي بيبتيدايز بيبتيديز اي 4 انهبيتور، تمام، الداي بيبتيدايز بيبتيديز انهبيتور ده امثله عليه زي حاجه اسمها السيتا جليبتين. تمام. سيتا جليبتين، سيتا جليبتين، قال لك ده بيعمل انهبيشن من اسمه بيعمل انهبيشن لانزيم اسمه الداي بيبتيدايز بيبتيديز 4. تمام. داي بيبتيدايز بيبتيديز 4. طيب الداي بيبتيدايز بيبتيديز 4 ده بيعمل ايه؟ قال لك ده كان بيعمل انهبيت للانكريتين هرمون. تمام. يعني الدايب بتضايب بتبتدي 4 ده هو اللي كان بايه بيكسر الايه انكريتين. فانا لو طب انا اعمل ايه؟ اروح اصنع دواء بيعمل انهبيشن للانزيم ده عشان يخلي الانكريتين يتصنع، فاهم حاجه؟ يعني الدايب بتضايب بتبتدي 4 ده بيكسر الانكريتين. تمام. فاعمل ايه بالظبط؟ مثلا ايه زي ما بيكون حد صغير
واحد كبير بيضربه، فيقول له ايه هجيب لك اخويا الكبير، تمام؟ الانكريتين الضيبه بتضل بيبتز اربعه بيضربه وعمال بيكسره، فالانكريتين يقول له ايه هجيب لك اخويا الكبير. ايه اخوك الكبير؟ اللي هو الايه المثال يعني، نفترض مثلا اللي هو الايه السيتا جليبتين، تمام؟ السيتا جليبتين هو الضيبه بتضل بيبتز اربعه انهبيتور، فالضيبه بتضل بيبتديز اربعه انهبيتور ده اللي هو السيتا جليبتين يجي يضرب الايه الانزيم اللي هو الضيبه بتضل بيبتديز اربعه، وايه ويخلي الانكريتين يشتغل او يلعب ايه في الحته اللي هو عايزها، تمام؟ طيب يبقى الدايب بتضايب بيبتيز 4 بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن انهبيتور، بيعمل انهبيشن للايه؟ للانزيم اللي اسمه الدايب بتضايب بيبتيز 4. طيب الانزيم ده كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل انهبيت للايه؟ للانكريتين. فبالتالي يبقى الدايب بتضايب بيبتيز 4 ده لما انهبيتور لما يشتغل هيعمل هيزود نسبه افراز الانكريتين، فيزود السكريشن، يقلل الايه؟ الجاستريك انت تايم، ويقلل الجلوكوز سكريشن، ويزود البروموت اوف بيتا سيل، تمام؟ يبقى فهمنا الحته دي، تمام. قال لك الادفرس افكت بتاعتي والله بيعمل هيدك وصداع ونيزو فارنجايتس اللي هو ايه التهابات في الايه في الجيوب الانفيه كده، تمام. طيب قال لك خد بالك ان هو مي يوزد الون، ممكن ياخده لوحده او كومبايند ويز ايه اي دواء ثاني، السلفونين يوريا والميتفورمين والجليتازون، تمام. طيب كده احنا خلصنا الايه الدايبيتس ميليتس، كان موضوع مهم، لميت لك كل حاجه اتذكرت. زي ما قلت لك اهم حاجه عندي الجدول اللي هو بتاع البريبريشن والادويه بتاعه الاورال دايابيتيك ايه الدراج، تمام. طيب بالتوفيق يا شباب، ولو حد احتاج اي حاجه يبعت لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.